يا مسهل يا رب. يلا يلا يا عم درمال، يلا دورنا جه الحمد لله. يلا يا رب. اقعد هنا، اقعد هنا يا عم درمال. يلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عايزين ايه؟ مع حضرتك احنا في مكتب معاشات، هنكون عايزين ايه؟ عايزين نقبض. بالراحة عليا شوية يا أنسة، أنا عينيا لحضراتكم، ده أنا تحت أمركم، أنا هنا في خدمتكم اللي تؤمروا بيه. نعم. إيه ده؟ اللي يسمع غير اللي يشوف. ما شاء الله، ده حضرتك طلعت طيب وبشوش قوي. الحمد لله رب العالمين. إزيك يا عم درمالي؟ إيه ده؟ هو حضرتك عارفه؟ يا نهار أبيض، ده عم درمالي بيجي هنا بقاله يجي 20 سنة، ده بيجي هنا من قبل أنا ما أتعين. طب الحمد لله، عايزين نقبض بقى المعاش بتاعه. عينيا الاتنين، استأذنك بس في الاسم ثلاثي. درمالي سعيد الدرمالي. درمالي سعيد الدرمالي للأسف مش موجود، اللي موجود عندي درمالي عيد الدرمالي. تحب تقبضي له؟ لا، ما حضرتك ما جاتش على حرف السين، يعني حضرتك يعني وبعدين حضرتك بتقول ان انت عارفه بقالك 20 سنة، ما جاتش على السين. يا ست الكل انا اعرفه، الكمبيوتر ما يعرفوش. بسيطة، نعرفهم على بعض. يا كمبيوتر ده عم درمالي، يا عم درمالي ده الكمبيوتر. ها عرفته يا كمبيوتر؟ بيقول لا برضه. حضرتك بتستهزئي بيا يا هانم، وانا عشان موظف بسيط تعملي معايا كده؟ ما حضرتك بصراحه المفروض تخدمني يعني وتصحح ده في الكمبيوتر وخلاص. اخدمك يا هانم؟ بسيطه تاهت والاناءه. حضرتك هتروحي مجمع التحرير تجيبي لي توقيع من 4 موظفين لا يقل مرتبهم عن 2832 جنيه، هتجي لي بالتوقيعات دي، هقول لك التوقيع مش باين والنسر ممسوح، هترجعي لهم تاني هتلاقيهم مشوا، هتلاقي تاني وتالت يوم اجازه رسمي، هتضطر تصبري شويه وتروحي لهم المجمع، هيقولوا لك عايزين جواب رسمي من المعاشات، هتجي لي اقول لك الصيغه مش موجوده، فهبعت الاداره اقول لهم انا عايز الصيغه بتاعت الموضوع ده، الموضوع ده مش هياخد اقل من 10 ايام، هخلصه لك هترجعي المجمع تاني. ثانية واحدة، هو أنا لسه هروح المجمع تاني؟ حرام عليك حضرتك، أنا قربت أولد. طيب ما تسيبك من كل اللي أنا قلته دوت وتفتحي مخك معايا. اظهر وبان بقى يا أستاذ رشوان، يا مرتشي يا فاسد، أنت وأمثالك اللي هيبوظوا البلد. اهدي شوية يا أستاذة، هتلم عليا الناس، أنت هتعملي لي فيها سوبر ميرو، انجزي عشان انجزك. طبعا المفروض دلوقتي أكرمش لك بقى 10 جنيه وأحطها لك بقى في الدرج. اولا هي مش 10 جنيه، هي 100 جنيه، ال 10 جنيه دي تديها لسايس تكوني راكنه عربيتك صف تاني ومصره تاخدي المفتاح، انما انا 100 جنيه ثانيا ما تكرمشيهاش، انا ما بحبش الفلوس اللي بتكرمشها، انت هتبعتها لي رصيد على الرقم ده. طب وحضرتك احوله ليه؟ ما اديك ال 100 جنيه وانت تحوله يعني. ما انا لو بعتها هتوصل لي 80 جنيه، انا عاوزك انت اللي تبعتيها عشان تدفعي بالبره الضريبه. خدي يا مرايا، مرايا. وحشتني قوي يا عم درمالي. خلصت ونبقى يا استاذ رشوان، انا بعت لحضرتك 100 جنيه على رقم تليفونك. وده ينفع يتقال كده في اللونج؟ ده انت غريب. هما اتفضل يا سيدي، وادي معاش بابي. مش هتشوف البطاقه؟ يا راجل الدار امان، سلم لي على بابي جدا وقول له يا ذمه ربيت وبص لي اشرقت. على فكره بقى، انت راجل استغلالي وفاسد وانا عايز اشتكيك. لا انا عينيا، اتفضلي يا فندم الشكوى اهي، اكتبي اللي انت عايزاه، حقك. لا ده انت مش خايف بقى. اوكي، الاستاذ رشوان ها طلب. لا رشوان كده بقى، ده فيجي 14 رشوان عشان محدش يتظلم، مش تقولي لي الثلاثي ايه؟ طيب حضرتك اسمك ايه معلش الثلاثي؟ انا رشوان لؤي احمد. هايل، استاذ رشوان لؤي احمد. طلب مني رشوه. مبسوط؟ مبسوط قوي. اتفضلي يا فندم، احطيها في صندوق الشكاوي، بس حطي معاها 50 جنيه ليه بقى ان شاء الله؟ عشان ده صندوق شكاوي وتبرعات في نفس الوقت. والله ماشي، تسلم لي ايديكي. حاضر يا ستي، اما نشوف بقى صندوق الشكاوي. ثانيه واحده، هو حضرتك تعمل ايه؟ ما انا هنا موظف لده وموظف شكاوي في نفس الوقت الاثنين. الاستاذ رشوان مرتشي. الشكوى بتاعتك بتهلك بالضحك. لا ده استفزاز بقى، حضرتك انا عايزه اقابل المدير. عينيا بس كده، المدير، المدير لو سمحت.
احنا المدير